الحقيقي والمنوط به لدي المحتضر. من المقترح انشاء مجمع منطقه سياحيه. واليوم اهم نص يتم إعداده لعرضه على البرلمان في الأيام القادمة إن شاء الله هو القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، واللي راح يعرف الكثير من التغييرات والتعديلات التي ستنعكس إيجابا على الحركة الجمعوية، خصوصا ما يتعلق في هامش الحريات في تأسيس الجمعيات اللي راح يكون يعني بآلية جديدة وهي آلية الإختار على عكس ما كان في السابق، وفيه أيضا تعديلات فيما يخص آجال منح يعني أو آجال إيداع ملفات الجمعيات سواء الجمعيات المحلية أو الوطنية، فيه أيضا مسائل تتعلق بمنح الإعانات ودعم الجمعيات، فيه أيضا فيه مجالات تخصصات الجمعيات وتنظيمها. كان لقاء ثري حيث تم الوصول إلى مجموعة من المخرجات وطرح انشغالات لكي تصل إلى الجهات العليا. رئيس المجلس المرصد الوطني كانت له نية صادقة كخطوة أولى لزيارته للميدانية لولاية البيض، نتمنى لتسييد المشاريع واقتراحات على أرض الواقع.